بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. عنوان كلمة اليوم بإذن الله تعالى هو حفظ اللسان. عنوان الكلمة حفظ اللسان. وتعلمون أن صيام شهر رمضان من أعظم ما يخرج به الإنسان منه التقوى، بل هو الغاية التي من أجلها شرع الصيام، كما قال الله عز وجل: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ويظهر من عظيم معاني التقوى أن اللسان معني بذلك، بل حفظ اللسان معني بذلك بدرجة كبيرة. فمدار الأعمال على القلب واللسان، ولذلك فاللسان عليه عامل وعمل كبير في حصول التقوى من شهر الصيام. ويبين ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال: ليس الصيام من الأكل والشرب، إنما الصيام من اللغو والرفث. فإن سابك أحد أو شاتمك أو جهل عليك فقل: إني صائم، إني صائم. فبان من ذلك أن اللسان عليه عامل كبير في تحقيق الصيام المرجو، لأنه إذا اعتدي عليه بسباب أو شتم أو نحو ذلك فإنه يعبر عن عظيم التزامه بما شرع لأجله الصيام، بأن يمسك عن أن يتكلم بما يقدح في هذا الصيام. ولذلك يقول: إني صائم، إني صائم، يعني على تقدير أنه يقول لمن جهل عليه: أنا لا أستطيع أن أرد لك هذه الإساءة، وإن كان يجوز في بعض المواطن، لكنني سأمتنع لغرض عظيم آخر وهو الصيام. فالصيام من أعظم الأسباب التي تحفظ لسان العبد. ولذا فالكلام عن حفظ اللسان جزء من الكلام عن تحقيق التقوى في الصيام. واللسان عباد الله نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى على الإنسان. اللسان نعمة من نعم الله على الإنسان، وإلا لو أن إنسانا فقد لسانه ترى ذلك يحزنه ويشق عليه ويؤلمه ويسبب له المصاعب الكثيرة. بل لا أقول لك فقد لسانه، لو أنه عاش مع قوم لسانه يختلف عن لسانهم ولا يفقهون قوله تراه يجد مشقة عظيمة، يريد أن يكلمهم لا يفهمون، فكيف إذا فقد اللسان بالكلية؟ ولذلك فاللسان نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى ممتنا: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. فهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى على الإنسان، أمن الله عليك بنعمة اللسان التي ربما حرم غيرك منها. وهذا اللسان إن لم يستعمل في طاعة الله عز وجل كان سببا لهلاك الإنسان، كان سببا لهلاك الإنسان. يقول الله عز وجل: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. فهذا اللسان إما لك وإما عليك، إما شاهد لك يوم القيامة، وإما
شاهد عليك. ولهذا فاللسان وإن كان من أصغر أعضاء الإنسان جراما كما يقولون، إلا أنه قد يكون أعظم أعضاء الإنسان إجراما. وكذلك اللسان وإن كان من أصغر أعضاء الإنسان جراما، إلا أنه قد يكون من أعظم أعضاء الإنسان طاعة وانصياعا وبيانا لدين الله عز وجل. إذن اللسان على حال من حالين، فإن كان في طاعة الله كان لك، وإن كان في معصية الله كان عليك. وصدق المثل العمي الذي يقول: لسانك حصانك، إن صنته صانك وإن هنته هانك. وبالفعل هذا المثال صدق، لأن اللسان قائد الإنسان، لأن اللسان قائد الإنسان، فهو الذي يأخذه إلى الخير ويعبر عنه، وهو الذي يأخذه إلى الشر ويعبر عنه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أصبح العبد أصبحت الأعضاء كلها تكفر اللسان، تقول اتق الله فينا، فإنا نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الأعضاء كلها تستجير من حال اللسان، وتخاطب هذا اللسان بأن حاله هو الذي يتحكم في بقية الأعضاء. وبالفعل اللسان لو تكلم بالخير، اليد ستفعل خيرا، الرجل ستمشي إلى خيرا، العين ستنظر إلى خير، الأذن ستسمع الخير. والعكس، لو أن اللسان تكلم بالشر، الأذن ستسمع شرا، العين سترى شرا، الرجل ستمشي إلى الشر، اليد ستفعل الشر. كل الأعضاء تبع للسان، تبع للسان. بل اللسان يعبر عن كيان الإنسان، سبحان الله، يعبر عن كيان الإنسان. الناس حتى ربما يظنون إن الشهادات وكذا وكذا هي التي تعبر عن الكيان وحدها. نعم، هذا يبين ربما حال وكيان الإنسان، لكن الذي يدل على حقيقة ذلك هو اللسان. كم من إنسان تراه فيعجبك منظره، ويعجبك مخبره الظاهر يعني، فإذا تحدث أنكرته وأنكرت مخبره. كم من إنسان يعجبك مظهره، تشوفه كده في هيئته يعجبك جدا، أول ما يتكلم يسقط من نظرك. ما الذي جعل هذا السقوط، أو ما الذي سبب هذا السقوط؟ اللسان. لما عبر باللسان عبر عن نفسه وتكلم عن نفسه. وكم من إنسان ربما تزدريه وتنكر مظهره، لكن إذا تكلم عظمت مخبره، يعني إذا تكلم تهابه، مع أنه في الأول عندما رأيته أنت في الأول الأمر وظاهر الأمر ممكن تزدريه، إيه ده يطلع إيه ده، لكن إذا تكلم تكلم بالكلام الذي يجعلك توقره رغما عنك. ولذلك ليست المسألة بالهيئة، إنما بمخبر اللسان. ولذلك لما جاء معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله هذا السؤال الشهير، قال: يا رسول الله، أو مؤاخذون نحن على ما نقول؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ وفي الرواية الأخرى: هل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ فحصائد الألسنة يعني مجموع ما يخرج من لسانك هو الذي عليه يكون حالك.
في الدنيا وفي الآخرة. ففي الدنيا كما ذكرنا بكلامك أنت يحكم عليك، وفي الآخرة بكلامك أيضا وبما صدر عنك يحكم عليك، كما قال الله عز وجل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب وعتيد. ملك على اليمين، ملك على الشمال، هذا يكتب الحسنات وهذا يكتب السيئات، ويكتبون كل شيء، كما قال ابن عباس وغيره من السلف: إن الملك لا يكتب كل شيء، يعني يكتب عليك كل ما يخرج من لسانك. وطاووس رحمه الله تعالى كان رحمه الله تعالى يقول إن الملك لا يكتب، الإمام أحمد آسف، الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان قد سمع كلمة طاووس قال إن الملك لا يكتب حتى الأنين، فجعل الإمام أحمد في مرضه يتوقف عن الأنين. الإمام أحمد سمع بأن الإمام طاووس وهو إمام سابق عليه قال أن الملك يكتب حتى الأنين. الأنين يعني تأوه، إنسان يتأوه في مرض أو يتألم من شيء أو نحو ذلك، فقال إن الملك لا يكتب حتى الأنين. فتوقف أحمد عن الأنين في مرضه خشية أن يكون هذا عليه، مع أن الأنين إذا أخرجه الإنسان قد يكون على حال من حالين، يعني لا يشترط أن يكون على حال واحد، فهناك من يخرج الأنين تضجرا وانزعاجا لأقدار الله عز وجل، فهذا تكتب عليه، يكتب عليه هذا الأنين. وهناك من يخرج الأنين عن غير ذلك، وإنما عن شيء يخفف به ألمه الحسي، فهذا مما أباحه الله عز وجل، إلا أن يقصد به كما تقدم التضجر. فالغرض أن اللسان أمره خطير، والله سبحانه وتعالى ذكره في كتابه، وتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللسان بكلام كثير، فمن ذلك قول الله سبحانه وتعالى في القرآن: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم، فاللسان ما يخرج منه يكون سببا في إهانة الإنسان أو في كرامته. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل من أصحابه فسأله عن عمل يقربه إلى الجنة، عن عمل يقربه إلى الجنة ويباعده من النار، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم برأس الأمر وعموده وذروة سنامه، رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ ألا أخبرك بملاك ذلك كله، أي بما يجمع ذلك كله، يعني الإسلام والجهاد والصلاة وعظيم هذه الدرجات يحفظه لك. قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قال: قلت بلى يا نبي الله صلى الله عليه وسلم. قال فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قال فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا، يعني أمسك عليك هذا، توقف عن أن تخرج من هذا اللسان إلا ما فيه خيرك وفيه مصلحتك. وكذلك أيضا بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم خطورة الكلمة، خطورة الكلمة التي تخرج من فم الإنسان، كم من كلمة تكون سببا في هلاك الإنسان.
وكم من كلمة كذلك تكون سببا في نجاة الإنسان. وإلا فأعظم كلمة ينجو بها الإنسان هي لا إله إلا الله. وكذلك أعظم كلمة يهلك بها الإنسان هي الشرك بالله عز وجل. وهكذا كل كلمة في سخط الله عز وجل قد تكون سببا في هلاك الإنسان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. نسأل الله العفو والعافية. كلمة واحدة، كلمة واحدة تكون سببا في أن يهوي في النار ما أبعد من بين المشرق والمغرب. نسأل الله العفو والعافية. ولا تعجب، وإلا كلمة واحدة في الشرع على سبيل المثال، كلمة واحدة في الشرع على سبيل المثال إن لم تكن في محلها وكانت بالباطل كانت سببا في إقامة حد على الإنسان، إقامة حد على الإنسان، وهي كلمة القذف. كلمة واحدة، إن قال إنسان لآخر كلمة قذف، كلمة قذف يعني كلمة يقذف بها عرضه، كان يقول مثلا له يا كذا، يقصد بها أنه يرتكب الفاحشة مثلا، أو أمك كذا ونحو ذلك، كما يحدث من بعض الناس. نسأل الله العفو والعافية. وهذه خيبة كبيرة جدا، تجد كثير من المسلمين يقذفون بعضهم البعض ويتهاونون في هذا الأمر. هذه الكلمة تكون سببا في ربما عذابك يوم القيامة، لأنه الغالب أنه مش بيقام عليه الحد في الدنيا، ما فيش حد بيقيم حد. فاللي يقول لإنسان يا كذا يقصد بها أنه ارتكب فاحشة، أو يا ابن كذا ونحو ذلك، هذا الإنسان في الشرع يجب إقامة الحد عليه 80 جلدة. طب ما هو بيقامش عليه الحد في الدنيا، الآخرة بقى 80 جلدة دول والعياذ بالله في النار ولا فين ولا إيه حالهم؟ نسأل الله العفو والعافية. ولذلك هذا يدلك على خطورة الكلمة، كلمة واحدة ربما تضيع الإنسان. والأمثلة كثيرة جدا في حياتنا، ونسمع ونرى في كل يوم. بل انظر إلى الكلمات التي تطلق هنا وهناك في وسائل الإعلام وفي غيره. فالذي يقول مثلا الحدود في الشريعة الإسلامية هذه فيها قسوة، نعوذ بالله، هذه كلمة تهلك الإنسان، قد يكفر بها بدين الله عز وجل بالكلية. أو كالذي يعيب على شرع الله تعالى على أي صورة، يعيب على الحجاب، يعيب على اللحية، يعيب على الأحكام الشرعية ونحو ذلك، هذه كلمة يعيب بها على حكم شرعي يهلك بها في الآخرة. نسأل الله العفو والعافية. وما أكثر ما يرتكب من يسمون بالصحافيين والإعلاميين والعياذ بالله في يومهم ونهارهم من كلمات، الكلمة الواحدة تهلك الإنسان في النار والعياذ بالله. نسأل الله العفو والعافية. إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. ومن هذا النوع كذلك النكات، النكات ولا سيما النكات التي تتعلق بالدين، اللي بيقولوا نكت، وخصوصا النكت التي تتعلق بالدين وأهله، هذه كلمة واحدة يهوي بها في النار 70 خريفا. نسأل الله العفو والعافية. وإلا فلما قال المنافقون هذه الكلمة التي يستهينون بها أو يستهينون فيها بالقراء، أي قراء القرآن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أنزل الله خبرهم بالكفر، وذلك أنهم وهم في الطريق قالوا عن القراء الذين يصلون بالناس، القراء الذين يصلون بالناس، قالوا ما علمنا أعظم بطونا من قرائنا، وكلمة نحوها قدحوا في
القراء. ما علمنا أن هناك أعظم بطونا من قرائنا يعني بيأكلوا سحت والعياذ بالله، يعني بيأكلوا مال حرام. فهذه الكلمة بسببها أنزل الله عز وجل الآيات في سورة التوبة تخبر بكفرهم والعياذ بالله. فقال الله عز وجل في شأنهم: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وذلك لأنهم لما قالوا مقالتهم أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم فاعتذروا وقالوا: ما كنا إلا لنلعب نسلي أنفسنا في الطريق. فأنزل الله عز وجل: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالكلمة خطيرة جدا، اللسان خطير جدا. نعم. ولذا فكذلك اللسان يكون سببا لدخول الجنة كما أنه سبب في دخول النار. فإن الإنسان إذا حافظ على لسانه وضبط لسانه بما يرضي الله عز وجل كان سببا في دخوله الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مبينا لك أنك إذا حفظت لسانك ضمن لك النبي صلى الله عليه وسلم نصف الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. من يضمن لي ما بين لحييه، اللحيين هم الفكين على يمين وشمال وجه الإنسان، أو الفكين أعلى وأسفل فم الإنسان. فيقول: من ضمن لي ما بين لحييه صلى الله عليه وسلم، في الرواية الأخرى ما بين لحييه وفكيه، ضمنت له الجنة. ضمنت له الجنة، ما بين لحييه وما بين رجليه. قال: ضمنت له الجنة، يعني أن الإنسان إذا حافظ على لسانه وحافظ على فرجه كان سببا في دخوله الجنة. وعليه فحفظ اللسان نصف الجنة، حفظ اللسان نصف الجنة إذا حفظت لسانك. ولذلك كذلك كان اللسان أو كان حفظ اللسان علاج، بل من أعظم العلاج في زمن الفتن. وفي زمان الفتن كان سبب من أعظم أسباب العلاج في زمان الفتن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل من أصحابه يقول: يا رسول الله من نجاه، يقصد من نجاه إذا نزلت الفتن وكثرت الفتن. وتعلمون أن هذا الزمان كان من أعظم أزمان البشرية، ومع ذلك الصحابي يسأل يخاف الفتنة، ماذا يفعل إذا حدثت، فكيف بزمان مثل زماننا؟ فقال: من نجاه؟ قال: أمسك عليك لسانك. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. فأمسك عليك لسانك يعني احفظ لسانك، احفظ لسانك. وإلا ليس المقصود بأمسك عليك لسانك هو السكوت عن الكلام بالكلية والامتناع عن الكلام بالكلية، وإلا هذه ربما كانت في من سبقنا نوع من العبادة نسخت في شريعتنا وهو صيام الكلام، أما في شريعتنا فلا يجوز ذلك. ولذلك الإنسان يمسك لسانه يعني يمسكه عن الحرام ويطلقه في طاعة الله تعالى، في الاستغفار، في الدعاء، في الذكر، في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، في كل ما فيه خير.
ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا. إذن فالقول قول الخير، فاللسان إذا تكلم بالخير كان فيه نجاته وكان فيه مصلحته وفلاحه. ولذلك السلف رضي الله عنهم أثر عنهم من الكلمات والعبارات التي تدل على عظيم خوفهم من أمر اللسان ما يجعل الواحد منا يحبس لسانه. وأقول يحبس أقصد أن البعض منا ربما يقول: أنا سأتكلم بالخير فقط ولا يفعل، فلربما كان حبس اللسان هو الأفضل عن الخير والشر ليتوقف عن الشر. فهؤلاء السلف رضي الله عنهم وأرضاهم، فمنهم من يقول: لساني سبع، إن أرسلته أكلني. لساني سبع، إن أرسلته يعني ماذا؟ أطلقته يتكلم في أي وقت زي ما هو عايز. وهذه للأسف آفة من أعظم الآفات التي نبتلى بها، إن الناس يحبوا الكلام، بل بعض الناس يرى ذلك من الشيء الممدوح. يقول: فلان قعدته حلوة. إيه قعدته حلوة؟ يعني ما بيبطلش كلام، ما بيبطلش كلام. لا والله، إذا لم يكن الكلام فيه خير لك فلا تتكلم. ولذلك كان ابن مسعود رضي الله عنه يمسك بلسانه ثم يقول: يا لسان، قل خيرا تغنم، وأمسك عن شر تسلم، وأمسك عن شر تسلم. وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه، أبو بكر الصديق الذي هو أفضل الأمة بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كان وقد دخل عليه أحد الغلمان فرآه آخذ بلسانه ويقول: أنت الذي أوردتني الموارد، أنت الذي أوردتني الموارد. يعني بالتعبير العام عندنا، أنت اللي هتوديني في داهية. أبو بكر، أبو بكر يقول للسانه: أنت اللي هتوديني في داهية. أما إحنا نقول للسان إيه بقى؟ وكان أحدهم رضي الله عنهم يقول: ما من شيء أحوج إلى طول سجن من لسان، ما من شيء أحوج إلى طول سجن من لسان. في بعض النقول يعني من لساني، ما من شيء أحوج إلى طول سجن من لسان أو من لساني. من لساني هو رضي الله عنه يقول عن لسانه هو محتاج سجن. أما إحنا لساننا محتاج تعمل فيه، نسأل الله العفو والعافية. أو ما من شيء أحوج إلى طول سجن من لسان. نصيحة عامة، إنه أكثر عضو في أعضاء الإنسان يحتاج إنه يتحبس شوية هو اللسان. ولذلك إذا انضبط اللسان كان معه الفلاح والنجاح، وإذا اضطرب اللسان فضلا عن ارتكاب المحرمات والمعاصي به كان سببا في هلاك الإنسان. يقول الإمام النووي رحمة الله عليه: اعلم أنه ينبغي لكل مكلف أن يحفظ لسانه عن جميع الكلام إلا كلاما تظهر المصلحة فيه. ومتى استوى الكلام وتركه في المصلحة فالسنة الإمساك عنه، لأنه قد ينجر الكلام المباح إلى حرام أو مكروه، بل هذا كثير أو غالب في العادة، والسلامة لا يعدلها شيء. كلام رائع جدا في الحقيقة. يقول: اعلم أنه ينبغي لكل مكلف أن يحفظ لسانه عن جميع الكلام إلا كلاما تظهر المصلحة فيه. ومتى استوى الكلام وتركه في المصلحة
فالسنة الإمساك. يعني لو أنني رأيت أني إذا تكلمت وإذا أمسكت الحال واحد، يعني لو تكلمت زي عدم الكلام يبقى الأفضل ماذا؟ الإمساك أحسن، لأن الكلام قد يكون سببا في الوقوع في المحرم، فيكون الإمساك عند ذلك أفضل. ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن العجب أن الإنسان يهون عليه التحفظ والاحتراز من أكل الحرام والظلم والزنا والسرقة وشرب الخمر ومن النظر الحرام وغير ذلك، ويصعب عليه التحفظ والاحتراز من حركة لسانه. يعني بيقول إن تجد كثير من الناس يتحفظ، يعني محافظ جدا على إنه ما يأكلش حرام، ما يرتكبش فاحشة، ما يكذبش وكذا، لكنه لا يتحفظ في إطلاق لسانه. نسأل الله العفو والعافية. ولذلك يقول أحد الشعراء في كلمات أيضا يحذر فيها من خطر اللسان، يقول: احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان، كم في المقابر من قتيل لسانه، كان التهاب لقاءه الشجعان. كم في القبور هالك، يعني في قبره كان في الدنيا الناس تهابه، لكن هلك بسبب لسانه، نسأل الله العفو والعافية. وقال بعض أهل العلم: في اللسان آفتان عظيمتان، إن خلص من إحداهما لم يخلص من الأخرى. في اللسان آفتان عظيمتان، إن خلص من إحداهما لم يخلص من الأخرى: آفة السكوت عن الحق، أو آفة الكلام بالباطل. لأن البعض ممكن يتصور أن السكوت الكلي عبادة، وإن كان يعني صعب جدا أن حد مننا يعرف يجيب الحكاية دي، أنه يسكت خالص ما يتكلمش خالص لا بالخير ولا بالشر، وإن كان المسألة دي الواحد نفسه يجربها مرة، ومش عارف، أنا أظن أنه صعب قوي على كتير من الناس أنه يسكت خالص ما يتكلمش خالص. فهذه آفة في الحقيقة، يعني مع التحقيق، يعني هذه آفة، أن السكوت الكلي مش مطلوب شرعا. وإلا الدعوة إلى الله، ذكر الله، الكلام بالخير، هذا أمر مرغب فيه في الشرع. ومع ذلك فعلى هذا الحال، فالعلماء يقولون أن هذا هاتان آفة. الآفة الأولى هي آفة السكوت عن الكلام بالحق. الآفة الثانية هي آفة الكلام بالباطل، الكلام بالباطل. وأكثر الناس، نسأل الله العفو والعافية، مبتلون بآفة الكلام بالباطل، وقليل من هو مبتلى بآفة السكوت الكلي، وإن كان هناك كثير من هو مبتلى بآفة السكوت عن الحق، نسأل الله العفو والعافية. فالخلاصة من ذلك أن اللسان أمره عظيم وشأنه خطير، بحفظه تحفظ نفسك في الدنيا والآخرة، وبإرساله وإطلاقه تهلك نفسك في الدنيا والآخرة. والصيام عباد الله من أعظم العبادات التي تستلزم حفظ اللسان، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الصيام من الأكل والشرب، إنما الصيام عن اللغو والرفث، واللغو هو كل كلام لا فائدة منه، وإنما الصيام عن اللغو والرفث، فإن سابك أحد أو شاتمك أو جهل عليك فقل: إني صائم، إني صائم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأن يعيننا وإياكم على طاعته في رمضان وفي سائر العام، وأن ونسأله سبحانه وتعالى أن يمكن لدينه في الأرض، وأن يفتح له قلوب الناس، ونسأله سبحانه وتعالى أن يدبر لنا أمر رشد، يعز فيه أهل طاعته ويهدى فيه أهل معصيته،
ونسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين، فنسأل الله تعالى أن يستجيب وأن يتقبل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.